البحيرات الغامضة على سطح القمر تيتان. القمر تيتان هو أحد أقمار كوكب زحل. ذلك القمر يحوي على سمات فريدة من نوعها، فهو جسم الفضائي الوحيد ضمن نظامنا الشمسي المكتشف، وباستثناء الأرض الذي يحوي على مسطحات سائلة على شكل بحار وبحيرات. لكن تلك المسطحات لا تحوي على ماء كما هو حال كوكبنا، بل سوائل هيدروكربونية من الميثان والإيثان السائل. الأمر الغامض الذي عمد العلماء على دراسته هو طريقة تشكل المنخفضات والأغوار التي حوت السوائل السابقة على سطح ذلك القمر. التفاصيل ضمن المقال التالي: القمر تيتان هو أحد أقمار كوكب زحل، والذي يعد موطنا لبحار وبحيرات مليئة بالهيدروكربونات السائلة. ولكن ما الذي سبب تشكل هذه المنخفضات على سطح تيتان؟ تقترح دراسة جديدة استخدمت بيانات من المركبة الفضائية كاسيني المشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية أن تحلل سطح القمر ناجم عن عملية مشابهة لتلك المسببة لتشكل الأغوار والفجوات الصخرية على الأرض. وباستثناء كوكب الأرض، فإن القمر تيتان هو جسم الوحيد في النظام الشمسي الذي نعرفه يمتلك بحار وبحيرات سطحية، وهو الأمر الذي رصدته مركبة كاسيني الفضائية. ولكن وفي ظل درجات الحرارة المتجمدة لسطح تيتان 180 درجة مئوية دون الصفر، فإن الميثان والإيثان السائلين هما نظراء الماء الأرضي بالنسبة لتيتان. حددت مركبة كاسيني شكلين للمنخفضات المليئة بالميثان والإيثان، والتي لها سمات متميزة قرب قطبي تيتان، حيث هناك بحار شاسعة تمتد لمئات الكيلومترات عرضاً وبعمق يصل إلى عدة مئات من الأمتار، تغذيها تفرعات لقنوات تشبه الأنهار تصب بها. وهناك أيضا عدد كبير من البحيرات الأصغر والأقل عمقا بحافات مدورة وشديدة الانحدار، والتي توجد بشكل عام في المناطق المستوية من القمر. كما رصدت كاسيني أيضا العديد من المنخفضات والأغوار الفارغة. البحيرات بشكل عام لا تكون متصلة بالأنهار، بل تمتلئ بالسوائل نتيجة الهطولات المطرية إضافة للسوائل الجوفية، وبعض هذه البحيرات تمتلئ وتجف خلال دورة موسمية تستمر لـ30 سنة على تيتان وزحل. لكن يبقى الشيء الغير مفهوم هي الطريقة التي تشكلت بها المنخفضات التي تضم تلك البحيرات. وللإجابة عن التساؤل السابق، قام العلماء مؤخرا بالتركيز على نفس ظواهر تشكل التضاريس السابقة، ولكن ليس على تيتان بل على الأرض، في محاولة لاكتشاف سبب نشوء هذه المنخفضات. ووجدوا أن بحيرات تيتان تذكرنا بما يعرف على الأرض بالتشكيلات الكارستية كاريستيك، والتي هي عبارة عن تضاريس وبنى ناتجة عن التآكل الكيميائي للطبقات الصخرية القابلة للتحلل والذوبان، التي تعرف مثلا بالصخور الكلسية والجيبس. وذلك التآكل والذوبان قد يحدث بفعل المياه الجوفية أو مياه الأمطار المتسربة عبر الصخور، حيث يؤدي ذلك مع مرور الزمن لتشكل مجاري أو فجوات صخرية وكهوف في مناخات رطبة وأحواض ملحية في المناخات الأكثر جفافا. إن معدل التآكل والتعرية الذي يسبب مثل هذه التضاريس يعتمد على عوامل عدة، مثل التركيب الكيميائي للصخور ومعدل الهطول المطري ودرجة حرارة السطح. ومع أن جميع هذه العوامل تختلف بشكل كبير بين الأرض وتيتان، فإن العلماء يظنون أن نفس العملية وبشكل مثير للدهشة تجري في كلا المكانين. فريق بقيادة توماس كورنت من وكالة الفضاء الأوروبية قام بحساب المدة التي تستغرقها صخور سطح تيتان حتى تتحلل وتعطينا هذه التضاريس، وافترضوا أن السطح الأصلي كان مغطى بالمواد العضوية الصلبة، وأن عمل التحلل الأساسي هو السوائل الهيدروكربونية، وأخذوا بعين الاعتبار حالة المناخ تيتان الحالية. فوجدوا أن الأمر يستغرق حوالي 50 مليون سنة لتشكيل منخفض بعمق 100 متر في المنطقة القطبية من تيتان، والتي تتميز نسبيا بكثرة الأمطار فيها. يقول قائد الفريق: لقد قمنا بمقارنة معدلات تآكل المواد العضوية في السوائل الهيدروكربونية في تيتان مع تلك المتعلقة بالمواد الكربونية والمواد غير العضوية المتبخرة في المياه السائلة على الأرض، ووجدنا أن عملية التحلل تستغرق على تيتان زمنا أطولا بـ30 مرة من نظيراتها على الأرض،
وهذا يعود إلى طول مدة سنة تيتان. كما أن الأمطار على ذلك القمر لا تحطر إلا ضمن فصل الصيف، ومع ذلك لازلنا نعتقد أن التحلل هو عامل أساسي في تشكيل تضاريس تيتان وأصل تشكل البحيرات. إضافة لذلك، قام العلماء بحساب المدة التي سيستغرقها تشكل المنخفضات عند خطوط العرض المنخفضة بعيدا عن القطبين، حيث تقل المهطولات المطرية، وتوافقت النتيجة المتمثلة ب 375 مليون سنة مع قلة المنخفضات في تلك المناطق الجغرافية. يقول كورنيت: طبعا لدينا بعض الشكوك، فتركيبة سطح تيتان ليست بذلك التماسك الجيد، وليست الهطولات المطرية بل حساباتنا هي التي تتوافق مع التضاريس التي نراها اليوم على سطح تيتان الموجودة منذ مليار سنة فقط. يقول نيكولاس ألتوبلي أحد علماء مشروع كاسيني: بمقارنة الملامح الموجودة على سطح تيتان من نماذج أخرى على سطح الأرض، وبتطبيق بعض الحسابات البسيطة، وجدنا تشابها في عمليات تشكل التضاريس، وتلك العمليات يمكن أن تعمل وتطبق في ظل أنظمة مناخية وكيميائية مختلفة جدا. ويضيف أنه درس مقارنة عظيمة بين أرضنا وبين عالم يبعد عنا أكثر من مليار كيلومتر في النظام الشمسي الخارجي.